نظمت محافظة مطروح بالتعاون مع مشروع تنمية المراعي بالساحل الشمالي الغربي حلقة نقاشية حول ضوابط تنظيم واستغلال وإدارة أراضي المراعي. جاء ذلك بحضور محافظ مطروح اللواء خالد شعيب ومدير المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة. وقال شعيب إن محافظة مطروح تمثل تنوعا بيئيا مع ما تتمتع به من إمكانيات تنموية هائلة في كافة المجالات، خاصة الإمكانات والموارد الزراعية، إلا أن ذلك جعلها تقع في المنطقة الجافة حيث تتساقط الأمطار خلال الشتاء على المنطقة الساحلية فقط والتي تعرف بالحزام المطير. هذا المؤتمر خاص بإدارة وتنمية المراعي بأراضي محافظة مطروح، وكان المؤتمر متوسع في المكتب الإقليمي للمنظمة العربية وممثل منسق المراعي بمطروح، وكان موجود معنا كل أهلنا من مربيين الثروة الحيوانية ورعاة، وكذلك من الشعبيين والتنفيذيين والمتخصصين وكل الزملاء من وزارة الزراعة ووزارة